ازيكم يا مواليد برج الحوت، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الحوت ليوم السبت 28 يناير كانون الثاني 2023. هتبتدي تعزز كل قدراتك وهتنفتح على بعض الأفاق والترفضات النهاردة اللي ممكن تبقى بتتقوقع حول محيطك العملي. هيبتسم ليك الحظ النهاردة وهيخليك متزن أكتر وقادر علشان تبلور كل الأمور وتتأقلم مع كل الأوضاع العاطفية اللي في يومك حتى لو كانت جديدة. هتقاوم لغاية ما توصل للنفس الأخير، كل اللي بيسبب ليك السمنة هتنطلق من خلاله في مشروع رياضي جديد. بالنسبة ليك عاطفيا عندك مواجهة حقيقية صعبة، لكنها في النهاية هتحدد طبيعتك في الشغل وعلاقتك مع حبيبك وهتضع كل النقاط على الحروف. بالنسبة ليك مهنيا عندك فوضى، عندك مزاجية، عندك لا مبالاة هتبقى بتزعجك وبتزعج زملائك في الشغل وهتخليهم يحقدوا عليك وممكن حتى يزعجوك في بعض الأحيان. بالنسبة لك صحيا هتشربوا كوباية من الزهورات واليانسون وده هيبقى مفيد جدا ليكم ولمعدتكم وهيساعدكم عشان تناموا. بالنسبة لحركة الكواكب النهاردة، هيواصل القمر عبوره لبرج السور المستقر طول اليوم ده. في الصباح ده هيحصل قمر الربع الأول اللي بيبقى بيتشكل مع الشمس اللي بيبقى في برج الدلو مربع مع القمر اللي بيبقى في برج السور. هيبقى موضوع في أزمة شوية بتحيط بأي مرحلة في ربع القمر. هنبتدي نحس إننا مضطرين إننا ناخد إجراءات. هنبتدي ندرك أكتر تأثرات أفعالنا على كل الأشخاص القريبين مننا من خلال تجربة أي حاجة قدامنا. لو كان مشروع أو مبادرة بنبتدي فيها هيبقى القمر النهاردة حوالينا بشكل كبير، ممكن ينتهي بأنه ممكن نواجه شوية عقبات في طريقنا. هتكون في وقت التوتر اللي بيعتبر صادم والخلاف اللي بيبقى عندنا، لكن كل ده وقتنا هيبقى فيه طاقة عالية وتحفيز كبير. هيكون شبه مربع النهاردة.